في الألمانية هذه كلمة العلمانية وكلمة اللائكية وكلمة هي كلمات دارت في أوروبا، والأشهر يعني في الطرح هذا هم الفرنسيين. بالضبط. يعني الفرنسيين من 1905 يقول لك بلي اللائكية في المجتمع، بينما في قوانينهم ونصوصهم القانونية وتشريعاتهم وسلوكاتهم وسياساتهم داخليا وخارجيا دائما البعد الديني حاضر. ولا ننسى بأنه فرنسا تعتبر نفسها رائدة العمل الدين، يعني حتى الديانة حتى الكاثوليكية. نعم بالضبط. ولذلك لازمنا نميز بين مستويين، المستوى التقني المستوى العلمي. المستوى العلمي البحث، هنا ما فيش اختلاف بين الشعوب، هذه المعرفة العلمية هي هدف تاع كل إنسان موجود يطمح إلى مسايرة المتغيرات التقنية والتكنولوجية الحاصلة في المجتمع. وفي نفس الوقت عندنا في الجانب الثاني هو الأبعاد الإنسانية، الأبعاد الإيديولوجية، الأبعاد الثقافية. هنا يبدأ الإشكال. على مستوى ابتدائي مثلا في المجتمعات الغربية ما يمكنناش نلمسوا التمايز هذا. السيدة راضية تقول باللي لما نقرأ يعني نتوغل في كده نوجد باللي فيه مواقف كده أو رسائل مشبركة مع عبرت أو اتجاهات. فطبيعي جدا. لماذا؟ لأن المنظومة التعليمية التربوية التقنية اللي موجودة في أي دولة من الدول تعكس فيما تعكسه شخصية هذه الدولة. إذا كان المجتمع مجتمع مسيحي ما يمكنناش ننتظر من منظومته التعليمية أنها تهمل البعد الروحي البعد الديني.